الآن عرفنا الحضارة، تعريف الحضارة، لكن الحضارة الإسلامية إيش المميز في الحضارة الإسلامية نفسها؟ إحنا طبعا نعرف كل الحضارات، يعني مثلا حضارات كلها تنتهي، الحضارة الفرعونية تنتهي، بدأت فترة ولكن انتهت، أما الحضارة الإسلامية فلا تنتهي، تضعف نعم بضعفنا ولكن تعود وتقوى، عمرها ما تنتهي، هذه الحضارة باقية إلى يوم الدين. فالحضارة الإسلامية، خليني أعطيكم نقلا عن الدكتور طارق السويدان، إيش مقومات هذه الحضارة؟ عندنا 5 مقومات، أول مقوم من هذه المقومات المقومات الإيمانية في الإيمان. أول حاجة عندنا العقيدة الموافقة للفطرة، ما في فرق بين العقيدة وبين الفطرة السليمة يعني أو الفطرة الطبيعية يعني. الله يقول فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليها، فإذا ما في عندنا يعني تعارض في هذا الأمر. عندنا عبادة دافعة للعمارة، أنت عملك يعني عبادة، لما تعبد هذا يعتبر عبادة، ولما تعمل عبادة أيضا، فالعبادة دافعة للعمارة، دينك يأمرك بأنك تعمر وتصلح وتنجز وتسوي، فكل هذه الأمور. عندنا كمان الدنيا مزرعة للآخرة، ما تزرعه اليوم تحصده غدا، فالدنيا مزرعة الآخرة، ما في تعارض بين الدين وبين الحياة وكيف بعيش حياتي وكيف، لا، في موازنات في الأمور الإيمانية كلها. عندنا كمان العلم المثبت للإيمان، لما ناخذ شيء الله يقول في القرآن وإنا لموسعون مثلا عن الكون، ثبت علميا أنه فعلا الكون بيتسع، فأي نظرية في القرآن أو أي قانون في القرآن فعلا يثبت علميا في العلم الحديث، وإذا كان العلم الحديث ينفي شيء منه فهذا الخلل في العلم نفسه، والكل يعرف هذا الأمر. فهذه بالنسبة للمقومات الإيمانية. عندنا كمان مقومات التشريعية في التشريع، مثلا العقل يهتدي بوحي السماء، ما في تعارض بين العقل وبين الدين أيضا زي ما قلنا. فما عندنا العلمانية، يعني الغرب عندهم العلمانية لأنه عندهم مشاكلهم، عندهم يعني غيروا في التشريع وغيروا في هذا، فأصبحت عندهم المشاكل، إحنا ما عندنا هذه المشاكل، ما عندنا عزل الدين عن الحياة عن التشريع. عندنا كمان برضو التشريع محقق للمصلحة، الآن إحنا كلنا عندنا عبادات، العبادات ثابتة، مثلا الصلاة 5 صلوات خلاص هي 5 صلوات، لكن المعاملات تتغير بناء على مصالح الناس. ابن القيم يقول حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله، فعندنا نراعي المصالح ونراعي حاجات الناس. كمان العدل المؤيد بالإحسان، مطالبين بالعدل والواحد يكون عادل، مع أن نستشعر رقابة الله، الإحسان، نعبد ربنا كأننا نحن شايفينه، وإذا إحنا ما إحنا شايفينه هو شايفنا سبحانه وتعالى. فكل هذه الأمور مع حقوق اللي هي المتوازنة مع الواجبات، نوازن بين الحقوق وبين الواجبات، في أمور لي في أمور علي، فكل هذه الأمور أيضا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الله ما طالبنا بأكثر ما نطيق، يعني ما طالبنا إلا على الشيء اللي إحنا نقدر له. هذه بالنسبة للمقومات التشريعية. ثالث حاجة عندنا المقومات الأخلاقية، الأمور المتعلقة بالأخلاق، في عندنا أخلاق راقية، يعني الغرب اللي سافر يعرف بيشوف يعني كيف الأخلاق في الحضارات الأخرى، إحنا حضرتنا مهتمة بالأخلاق. عندنا الحرية الموزونة، لنا الحرية ولنا كل شيء لكن ما نتعدى حدود الغير، نحترم الآخرين. عندنا الفن الملتزم بالقيم والأخلاق، مو بس والله هشك بشك وخلاص، لا، في أخلاق، في فكر من وراء هذا الفن. عندنا الإبداع المحكوم بالاتباع، ما في بدع وخرافات. عندنا المقوم الرابع اللي هو المقومات العملية، الأمور العملية، عند رعاية الجسد مرتبطة بالروح، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لجسدك عليك حقا، فنهتم بالجسد وتسمو أيضا مع سمو الروح، كل هذه الأمور. عندنا كمان قوة تدافع عن الحق، نحتاج أن نكون أقوياء، ليه؟ عشان ندافع عن الحق، مو بس والله عشان نظلم ولا عشان حب سلطة وسيادة وخلاص. عندنا كمان توازن الطاقات الأربعة، العقل، الروح، الجسد، العاطفة، كل هذه الأمور نوازنها. وبالمناسبة هذه إحنا عندنا هذه الورقة بإذن الله نستخدمها مع بعض، يعني هذه الورقة للإنجازات والموازنة، الواحد يستخدمها في، الواحد يشوف الصلوات كيف، يشوف أيضا الأمور إذا عنده ركعتين الضحى والوتر، قراءة القرآن، لازم العلاقة الواحد دائما مع القرآن، قراءة كتاب، القراءة الخاصة بالعقل زي ما قلنا، نهتم إذا روح وجسد، كمان عندنا رياضة، فكل هذه الأمور لازم نوازن بينها، فنكون موازنين بين الطاقات الأربعة كلها. المقوم الأخير اللي عندنا اللي هي مقومات الجماعية، تهتم بالجماعة، احنا عندنا طبعا فرد منتظم في الأسرة وفي المجتمع، وأيضا عندنا المجتمع لا يطغى على الفرد، فالفرد له حرية يعني بنطاق أيضا حرية المجتمع الآخرين، فنراعي الكل. عندنا كمان الدولة المقيمة للدين، يعني الحكم بما أنزل الله، وطبعا الشورى والحرية، وهذا يعني بسببها قامت الدنيا في العالم العربي، وفي الأخير الأمة المنفتحة على العالم، عندنا انفتاح، وما نجلس ننغلق وخلاص ما نشوف ولا نغلق نفسنا ولا ما نطلع، لا، في عندنا شيء اسمه وقاية اللي هي التقوى. هذه هي مقومات حضارتنا الإسلامية، 5 مقومات لو فهمناها فهم عميق يعني حنرتاح ونعيد بإذن الله حضارتنا الإسلامية.